بصوا يا جدعان، مبدئيا كده نصلي على النبي كلنا، لان احنا النهارده فاتني حاجات كتيره قوي والله العظيم. احنا عارفين يا جدعان الاكونت هيفتح خلاص بعد يومين، بس بعد يومين ايه بقى؟ انا طاق عليها حاجات كتيره قوي، بس هنعوضها هنعوضها يا جدعان بضرب نار وتشكيله ضرب نار في الاكونت الكبير بتاعي فقط. يعني بص، بعد بكره يا جدعان الاكونت هيتفتح تمام، فعايزين نوصل بقى ايه لما الاكونت يتفتح. انا عايز الاكونت يجي كان قبله بال 70,000 مشترك كقلب اخوك. فلو انت لسه جديد ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده، عايزين نكسر حاجز ال 10,000 لايك قلب اخوك. ويلا بينا يا جدعان نروح. طبعا انا بصور دلوقتي، فضلت مستني الدوري كان دوري ايه ده والله العظيم، ده فرنسي ده ولا ايه؟ اوبر ايتس تقريبا فرنسي صح؟ ما يعني ما والله ما نعرف، بس اما اشوف الواد ده فرنسي هو فرنسي، انا قلت برضو كده الاوبر ايتس ده يعني اكيد فرنسي. يعني هم يا جدعان انا الاكونت بتاعي فاتني فيه حاجات كتير قوي والله العظيم. يعني لو جينا نخش على المتجر يا جدعان كده تمام، هنخش مع بعض سكه ودغري كده، نخش مع بعض. كان في عرض يا جدعان ال 97 ايكون وال 99 ايكون، كان نفسي افتح اليوم واجيب اي لعيبه من دول والله العظيم، بس راح العرض راح والله العظيم يا جدعان. فخلاص هنيجي نخش هنا، مفيش اي حاجه. عروض الحدث برضو مفيش اي حاجه. اللعبه نزلت سي بي 101، وطبعا انا مش هفتح عليه زي اخر مره، فتحت برضو على لعب كده واتدغدغت والله العظيم. يعني شوف هنا لو هتفتح ب 12,000، بص ال 12 يعني اهو، وممكن ما يطلعلكش اصلا، وفي لاعب احسن منه. تعال نشوف سعر ده، سعر ده 70 مليون وهينزل اوريدي اصلا، هينزل تمام سعره، هينزل ل 20 و30 مليون زي ما حاصل دلوقتي يا جدعان في معظم اللعيبه. ولو جينا نخش برضو يا جدعان على تصريح النجم الجديد ده اللي لسه نازل حالا بقى يا جدعان، ده لسه نازل حالا تمام. هنشوف الحاجات اللي فيه، لعيبه اصلا وحشه 95 سي ام، بس اللي انا عايزه فيها يا جدعان اللي هو العملات، يعني البتاع الحدث فيه عملات حلوه والله العظيم. ومعاه تجليفيكو، مين تجليفيكو ده؟ يعني مين ده والله العظيم؟ يعني انا مش عارف اصلا الاسامي دي جايه من جاي ازاي، بس ما علينا. احنا نقدر يا جدعان نعوض كل ده لما الاكونت بتاعي يفتح بحاجه واحده نقدر نعملها. وقولوا لي برضه هتكون صح ولا وحشه، ولا ترجعوا تقولوا لابو عادل انت تخش برضه، انت فاهمين؟ بصوا يا جدعان لو جينا على تصريح النجم، طبعا تصريح النجم العادي انا شحنه، والبريمير ليج برضه انا شحنه عادي. هيبقى فاضل لك يا جدعان البوندس ليجا والاوبر ايتس. ما خلاص بقى، ما خلاص البوندس ليجا يا جدعان امشي. هيبقى فاضل لك يا جدعان البوندس ليجا تمام والاوبر ايتس، فدول هشحنهم واختمهم برضه فيفا كوين يا جدعان علشان نجيب لعيبه حلوه، وهيبقى معايا ملايين. فلما يبقى معايا ملايين هبيع التشكيله بتاعتي كلها، وحرفيا هنعمل تشكيله من اول وجديد كلها ايكونز. بصوا يا جدعان اسعار الايكونز، بص اهو لسه فاتح الماركت. بصوا يا جدعان الوقت كلوز ده اس تي 105، بصوا عامل كام؟ 83 مليون بس يا جدعان، 83 مليون. وبرضه عايز اقول لكم على حاجه، المقايضه الجديده اللي نزلت، المقايضه زباله قوي، ما حدش يقايض حد يا جدعان بصراحه. السي دي ام 98 عندك احسن منه، عندك كين مثلا احسن، هو حلو ورخيص وفاهم. وعندك هنا الاس تي 100، عندك لعيبه ثانيه احلى بكتير، لان انت هنا قايده بكام؟ احنا ما شفناش اللعيبه يا جدعان، صحيح احنا ما شفناش اللعيبه اللي في المسار، في المسار الجديد. انا هختم المسار كله يا جدعان، هختمه فيفا كوين بصراحه، انا مش عايز حاجه تضيع عليا، كله هيتختم فيفا كوين. الوب سي بي 97 ده نازل زي مالديني ده ولا ايه؟ تقريبا زيه، ما مالوش لازمه يعني بصراحه. اجي هنا بتيت خلصانه، بتيت لسه نازل. هنا اللعيبه ايه 92 عيانه، 95 تعبانه، 98 شرقانه. هنخش على 102 راموس. راموس يا جدعان 102 الدفاع بتاعه 100 لا لا لا، في دفاع احلى يا جدعان، في ناس الدفاع عندها احلى، في ناس الامكانيات عندها احلى والسرعه عندهم احلى كمان، بس ده قوه التسديد بتاعته 106. يعني يا اسطى ده ينفع معاك فاهم، لو في ركنيات حاجات من دي خش يكسر اقسم بالله. بس مشكلته انه دوري اسباني، دوري فرنسي قصدي، اسباني ايه؟ دوري فرنسي يا جدعان والله العظيم. فتعالوا بقى يا جدعان التشكيله اللي انا عايز اعملها اخيرا بقى خلاص بقى. بص اول حاجه الار بي بتاعنا معروف، الار بي والسي بي ظاهرين قدامنا دلوقتي. الار بي احنا هناخد لحم، الواد لحمه، حته لحمه تمام، هاخد لحم في الاكونت بتاعي اللي انا اعمله، كل ده هنعمله قدامكم، بس انا بجهز دلوقتي عشان ما ابقاش ايه ناسي حد. والواد فيديك برضو السي بي هيتجاب. طب هتقول لي ابو عادل دلوقتي تعالوا نخش على الايكون عشان يسهل علينا كل حاجه البرنامج. فين الايكون؟ ايوه ايقونات، تعالى تعالى. بصوا بقى يا جدعان مبدئيا كده هنبداها حته حته. روبرتو كارلوس كده كده هيتجاب ببلاش تمام. احنا جبنا فيديك جبنا فيديك سي بي
ولحم ار بي وروبرتو كارلوس ال بي، هيبقى فاضل لنا واحد سي بي كمان يا جدعان. هنجيب مين؟ بيول. بيول يا جدعان جامد قوي 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 والله العظيم. دي التشكيله بتاعتنا اللي هنعملها كده. احنا خلصنا الدفاع طبعا. طبعا حارس المرمى هيبقى عندي سايمون، لان سايمون مش هقدر ابيعه انا في التافي يعني فاهمين، ما بيتباعش اصلا، فمش هقدر اجيب ثمنه بصراحه، مش هقدر. تمام، هنجي نخش بقى يا جدعان على السي ام. تمام، هنشوف الاول السي دي ام معانا. طبعا جوارديولا ب 30 مليون مش هتلاقي احسن من كده، والله العظيم ما هتلاقي احسن من كده بكتير. هو طبعا السي ام جوارديولا معروفه. هنا بقى يا جدعان ممكن ارجع حبيبي القلب للتشكيله، وممكن استعمل حد تاني. تمام، انا بفكر يا جدعان ان انا استعمل فرناندو توريس هجوم كهجوم، وبفكر برضو ان انا اجيب حد هجوم اعلى منه، وفي كده كده اصلا هجوم اعلى منه عندك كين، هاري كين يعني. عندكم يا جدعان هجوم اعلى، بس والله يا جدعان انا محتار. السي ام بقى يا جدعان، نيجي للسي ام دلوقتي. تمام، انا السي ام عندي لامبرد ب 30 مليون، بس في نفس الوقت هخسر فيه يعني. انا اصلا محتاج الملايين دي في لعيبه تانية يعني. مثلا عندك بيرلو، بيرلو كده كده انا هاخده ببلاش لما ختم البتاع، لما ختم تصريح النجم. تمام، واقدر اشتري اصلا خولت بقى 59 مليون. متخيلين خولت بقى ب 59 مليون بعد ما كان بمليار؟ متخيلين؟ فهل يا جدعان العب بخولت وبيرلو في السي ام في نص الملعب، ولا اجيب لامبرد معاهم؟ انا بصراحه مش شايف يعني الفرق طفيف يعني. لامبرد 3 المهاره بتاعته 3، سرعه الركض 87. تمام، نشوف كده يا جدعان بيرلو. بيرلو متقفل. خلت متقفل يا جدعان. سرعة الركض 113، خلت اكيد نمبر 1. وطبعا هجيب يا جدعان طبعا هجيب بيرلو. تمام كده احنا جبنا، خلصنا الدفاع وخلصنا السي دي ام وخلصنا الاثنين سي ام. ناقص لي ار دبليو ال دبليو والسي ام وصانع الالعاب. لا ثانيه، انا اصلا ما بلعبش بسي دي ام، انا اوريدي ما بلعبش بسي دي ام. يعني احنا ممكن نشيل جوارديولا ونوفر ال 30 مليون ونجيب بيهم يا جدعان زيدان. ممكن نجيب زيدان ال سي ام، زيدان ممكن نجيبه سي ام، بس غالي قوي يا جدعان زيدان، غالي قوي. وسايمون ممكن نبيعه يا جدعان ونجيب فاندر سار. سايمون هنجيبه يا جدعان ان شاء الله، فاندر سار. انا ناوي على التشكيله دي عشان في صفقه. طب انت هتيجي تقول ابو عادل انت هتجيب كل ده منين يا ابو عادل؟ بص يا اسطى، في صفقه كوينات ناوي اعملها ان شاء الله لما الاكونت بتاعي يتفتح، هجيب من واحد يعني صديق ليا كده، هجيب منه تقريبا في حدود مليار كوين يعني. هو بيبيعهم بره اللعبه فانا هشتريهم تقريبا في حدود مليار كوين. فالمليار كوين ده حرفيا يا جدعان هيظبط لي التشكيله على قديمه، والله العظيم هيخلينا يا جدعان امسك توب في السيرفر. التشكيله لوحدها كده انت هتشوفها تقول لي حوار، هتقول لي حوار على التشكيله. وبرضه هنحط فاندر سار يا جدعان، في حد كتير بيبيعه ما فيش يعني، سعره مش هينزل اكتر من كده. فانا بقول نحط فاندر سار في الحسبان كده كده، يعتبر هو اطول الحارس يا جدعان، اطول حارس. لا الواد بوب اطول منه، في بوب كده، في بوب. تمام، هنا بقى يا جدعان انا عايز المهاجمين، اسيب سواريز. انا بفكر اسيب سواريز واجيب مهاجم تاني. عندنا يا جدعان عندنا مين؟ احنا عندنا يا جدعان ثانيه، احنا عندنا واحد سي ام اصلا ممكن مكان بيرلو نجيب الواد السي ام ده. 101 سرعه الركض، 101 كوتا زيد 100 يعني، برضو ممكن نجيب ده ب 27 مليون. في ان في لعبه كتيره، انا محتار والله العظيم. عندنا الهجوم في راؤول. راؤول يا جدعان يعني بسم الله ما شاء الله جامد قوي، احصائياته جامده مش وحشه. هو التقويس عنده ممكن يكون قليل، بس لا، قدم ضعيفه 5، قدم قويه 5، قدره التحمل متقفله، حركات المهاره يعتبر شبه متقفله. فلا يا جدعان، لا 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 جامد جامد جامد، انا احترت. تعالوا كده حطوا قائمه المراقبه. تعالوا بقى كده يا جدعان شوف اللعيبه اللي احنا هنجيبها. الار بي لحم، سي بي فيدك، ال بي كارلوس، السي بي تاني بيول. تمام كده احنا خلصنا الحوار ده. طبعا في حراسه المرمى فاندر سار، بفكر في فاندر سار بس مش دلوقتي. طبعا المليار كوين هيكفوا بزياده. هو الواد قال لي هبعتهم لك على فترات 200 في 200، 200 مليون في 200، لسه هنشوف. تمام لسه هنشوف. فاندر سار انا بقول نسيبه دلوقتي عشان احنا كده كده معانا سايمون. نخش على نص الملعب، طبعا هنجيب هنجيب بيرلو كده كده هيجي لي ببلاش مع روبرتو كارلوس، فمش هنصرف. تمام،
وخلت كده كده هنجيبه ب 60 مليون، مش حوار، مش صعب يعني. تمام، هنجيبه ب 60 مليون. يبقى كده نص الملعب عندنا اختفى. ان لامبرد انا بقول اشيله من الحسبان بصراحه. سي ام انا بفكر في زيدان، بس زيدان غالي قوي يا جدعان، هيخلص لي ال 200 مليون. تعالوا كمان نشوف حد غيره غير كده البرنامج. تعالوا نشوف السي ام المركز. سي ام، ايوه السي ام. طبعا انا مش هجيب مايكروويف عشان غالي برضو، 111 غالي قوي يا جدعان. يا عم خلاص بقى، ما خلاص نكونكو يا جدعان. في ناس كتير قالوا له هات نكونكو ده، تمام، بس انا كنت بكسل بصراحه، وما كنتش يعني فاهمين، ما كنتش عارف ان هو قوي بصراحه. بس تعالوا نشوف كده احصائياته. نخش على زدان. لا زي زدان يا جدعان، زي زدان، ويمكن هو اعلى بحاجات بسيطه من زيدان. فانا بقول نشيل زيدان من الحسبان ونجيب نكونكو. تمام، خلصنا السي ام. نخش يا جدعان دلوقتي على المهاجمين بقى. دلوقتي في ال دبليو والليفت دبليو. ال دبليو ايه ده؟ ال دبليو، ما هو الليفت دبليو يعني ال دبليو يا جدعان وار دبليو. خلصنا. انا بقى اجيب مين؟ حبيب الملايين راشفورد ولا اجيب بيليا؟ انا بفكر اجيب بيليا. هجيب بيليا يا جدعان. تمام، وفي الار دبليو بفكر اجيب مثلا مين؟ ار دبليو مين؟ مين؟ مين ار دبليو؟ مفيش حد يعتبر، مفيش حد، مفيش غير بيرلو وصلاح وفينيسيوس. انا مش عايز برضه يا جدعان، خدوا بالكم ان هم هيكونوا اول دفعه تجيل 200 مليون، فانا مش عايز اضيع ال 200 مليون على الفاضي، فاهمين؟ اللي انا اصلا ها هنشوف، مفيش غير جرينش يا جدعان هو ال 100. تمام، تعالوا نحسب بقى كده يا جدعان، اول دفعه هتجيلنا في الملايين هتجيلنا 200 مليون. وانا هبيع تشكيلتي، تشكيلتك تكون عامله تقريبا 50 مليون مع اللعيبه اللي ما بتتباعش، فهنحسب يعني 250 دول كده. تمام، انا كده معايا يا جدعان 1 2 3 4 عاملين كام بقى؟ الاربعه دول عاملين 50 يعني 90 مليون. الاربعه دول عاملين 90 مليون، وخدوا بالكم ان روبرتو كارلوس وبيرلو ببلاش. تمام، انا قصدي على فيديك ولحم، والاربعه دول عاملين 90 مليون يا جدعان. تمام، 90 مليون، وبيقول كده بقى معايا 140 مليون. تمام، 140 مليون، وممكن نختمها على خلت، يبقى كده ال 200 مليون. ال 200 مليون تمام، واحنا قايلين 250 لان انا هبيع تشكيلتي. فممكن يا جدعان وقتها نجيب نكونكو ونلعب بالال دبليو والار دبليو والهجوم اللي عندي، ممكن. وكده ال 250 مليون خلاص خلصوا. هيجي لي دفعه ثانيه بقى يا جدعان بعدها 200 مليون ثانيه، بس بعدها باسبوع تقريبا. فاول لما تجيلي ممكن اجيب مايكروويف، ممكن اجيب لعيبه تانيه. وبصراحه الملايين دلوقتي في السعر في السوق اللي احنا فيه ده يعني يا جدعان حاجه نادره، والله العظيم حاجه نادره 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 قوي. فدي حسبتها يا جدعان للملايين اللي معايا. فلو انتوا ليكوا تشكيله تانيه وحسبه تانيه قولوا له يا جدعان، عشان اول ما الاكونت يرجع نخش نكسر الماركت يا جدعان. خلصانه، ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ومش هقول لكم على السلامه لان انتوا كده كده هتشوفوني الفيديو الجاي، وانتوا عارفين اي حاجه بعملها معاكم يا جدعان فلازم اعمل التشكيله دي قدامكم يا جدعان. فبيس.